دلوقتي يتكلم عن حاجة لطيفة قوي. وصعد بوعز الى الباب وجلس هناك، عن عملية الصعود والجلوس. مش ده اللي عمله المسيح؟ مات، قام، صعد الى السماوات وجلس في يمين الآب. وبعد كده ارسل الروح القدس ليخطب الكنيسة، كنيسة الامم، عروس لين. فصعد بوعز الى الباب وجلس هناك، واذ بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، اللي هو الولي الاول اللي قلناه انه رمز للناموس. فقال: مل واجلس هنا انت يا فلان الفلاني. والكتاب المقدس ما رضيش يذكر اسم الرجل لانه تخلى عن رعوس وحيرفض انه يتزوجها، فعشان كده ده ما نفذش الشريعة فحذف اسمه من الكتاب المقدس. فمال وجلس، ثم اخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم: اجلسوا ها هنا. فجلسوا. وال10 رجال اللي خدهم وجابهم دول رمز الوصايا العشرة اللي المسيح اكملها، رمز الناموس اللي المسيح اكمله في حياته بالجسد. ثم قال للولي: ان نعمي التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لاخينا الي مالك. جاب الموضوع بطريقة تانية خالص. نعمة بتبيع الحقل، حتة الارض الميراث بتاعها. وتعرفين باستمرار الحقل ده في الكتاب المقدس في امثال السيد المسيح يرمز للعالم. كانت نعمة صاحبة العالم، كان الشعب الايه المختار في العالم، كان صاحب هذا العالم اليهود، هم الشعب المختار، لكن ما قدروش يعملوا حاجة للعالم فباعوه. باعوه للامم، باعوه لرعوس، لان رعوس هي اللي هتاخد حتة الحقل دي. عشان كده الامم هم اللي كرزوا وهم اللي نشروا المسيحية في كل اقطار الارض. فقلت اني اخبرك قائلا: اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي. ودول شاهدين، عايز تشتري اشتري، لان انت الاول. فان كنت تفك ففك. وكلمة فكاك يعني خلاص، لان قد يكون المالك لما جه هاجر رهن الارض، والارض دي مرهونه وعليها دين، وعشان تتاخد لازم يتسدد الدين بتاعها. فقال له: ان كنت تفك ففك، عندك استعداد تدفع الدين اللي على الارض دي وتاخد الارض. فقال بوعز: اسف، وان كنت لا تفك فاخبرني لاعلم. ما كنتش عايز تخلص، قل لي عشان ارتب نفسي. انه ليس غيرك يفك وانا بعدك. مفيش غير اثنين، انت وانا. فقال: اني افك. وقعهم في مشكلة. قال له: اشتريه قوي، افك، اخلص. اخ الناموس هنا زنق المسيح. افك، اقدر اخلص. فقال بوعز: يوم تشتري الحقل من يد نعمي تشتري ايضا من يد رعوث المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه. راح زنقه في الحتة التانية. لو انت عايز حتة الارض هتاخد معاها كمان رعوث، والابن اللي هتنجبه من رعوث يكون على اسم الميت. فالراجل حسبها كده وقال له: اني لا اقدر. فقال الولي: لا اقدر ان افك لنفسي لئلا افسد ميراثي. ففك انت لنفسك فكاكي، لاني لا اقدر ان افك، ما اقدرش اخلص. في الاول قال اقدر اخلص، لكن لما لقى ان العملية هيبقى فيها رعوث، وان الاسم اللي هيوجد او هيتولد هيبقى على اسم الميت، قالوا ما اقدرش. الراجل ده فكرها، هو كان طمعان في حتة الارض هيوسع بيها ميراثه، هيزيد نصيبه. لان الوضع مش كده، مش زي ما هو متخيل، ان الوضع انه هيدفع فلوس
وهيتجوز راعوث هيدفع فلوس يعني هيقلل من ميراثه. وبعدين الابن اللي هيتولد مش هيبقى له ده، هياخد ميراثه على اسم ابوه المتوفي. وده كان رمز الانسان اللي بيحب يقتني التراب، عايز الارض لكن لا يقتني النفوس. النفوس بالنسبة له ما عندهاش قيمة، يحب يوسع املاكه في الارض وفي التراب، لكن ما يحبش يكون عنده نفوس، مش عايز لا رعوس ولا عايز نسل منها اقيمه باسم الميت، مش عايز افسد ميراثي، مش عايز اقلل الميراث اللي عندي. فك انت يا عم، خلص انت، انا ما اقدرش افك. مش عايز يفسد ميراثه، يعني مش عايز يقلل الميراث بتاعه في عملية مش رابحة، خاف على ميراثه. وده كان رمز جميل قوي للكتبة والفريسيين بتوع العهد القديم اللي كانوا خايفين على الميراث بتاعهم. عشان كده فاكرين رئيس الكهنة قال عبارة لطيفة، انظروا هوذا انتم لا تنفعون بايه شيء، العالم كله ذهب وراءه واحنا لا هنعرف نبيع ونشتري والميراث بتاعنا هيبوظ وهيفسد. لا، هاتوه موتوه، لا اقدر ان افك. رمز للناموس اللي ما قدرش يصنع علينا خلاص. عشان كده في مقارنة لطيفة في الرسالة للعبرانيين بولس الرسول يقول من اجل ابطال الوصية الاولى، الوصية الاولى دي رمز العهد القديم، من اجل ضعفها وعدم نفعها. انها ما قدرتش تصنع خلاص وما نفعتش الانسان بحاجة، بالعكس دي كانت دينونة على الايه، على الانسان. لكن جه المسيح هو اللي استدانا، وهو اللي قدر يصنع هذا الفكاك، هو اللي قدر يشبعنا، هو اللي قدر يصنع لينا هذا الخلاص. فقال للولي لا اقدر ان افك لنفسي لئلا افسد ميراثي، ففك انت لنفسك فكاكي لاني لا اقدر ان افك. وهذه العادة سابقا في اسرائيل في امر الفكاك والمبادلة لاجل اثبات كل امر، ده اللي درسناه في سفر التثنية في صحة 25. يعني لو الولي مش عايز يقوم بواجبه بيعمل عادة كده، ان المرأة اللي مش عايز يتجوزها تيجي وتبصق عليه وتخلع نعل الحذاء اللي في رجليه، ويسموا هذا الرجل اللي تخلى عن واجبه بيت مخلوع النعل. بس هي رعوث ما كانتش تعرف الحكاية دي، في العمل العملية دي بوعز، رعوث ما كانش تعرف الشريعة، فبوعز هو اللي عمل العملية دي. وإثبات كل أمر يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه العادة في إسرائيل زي ما انتم شايفين. اصل معنى انه خلع النعل يعني مش من حقه يدوس الارض دي بحذائه، يعني مش من حقه انه يتملك الارض، تخلى عن واجبه. فقال الولي لبوعز اشتري لنفسك، وخلع نعله. عشان كده من ضمن اثبات الملكية، فاكرين قصة الابن الضال، كان من ضمن الحاجات اللطيفة اللي ابوه عملها فيه، قال اجعله حذاء في ايه، في رجليه، ده من حقه يدوس لانه اعاد لي الملكية وحط الميراث، المكان اللي يدوسه برجليه ياخده من حقه انه يدوس، لكن ده مش من حقه انه يدوس. فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب انتم شهود اليوم اني قد اشتريت كل ما لألي مالك وكل ما لكيلون ومحلون من يد نعمة، وكذا رعوث المؤابية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة بأقيم اسم الميت على ميراثه، ولا ينقرض اسم الميت من بين اخوته ومن باب مكانه. انتم شهود اليوم، ده هدفه اقتناء النفوس، هدفه اتمام الوصية، اكمال الناموس، ان يقيم اسم الميت مرة اخرى. اني قد اشتريت رعوث لي امرأة، نفس اللي عمله المسيح انه اشترانا بدمه. عشان كده
بنقول له العبارة اللطيفة في القداس: اقتننا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي نقوله، فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس. اقتنينا ليك، اشترينا ليك، احنا اللي بنختارك، احنا اللي بنطلبك، لكن عملية الشراء انت اللي تقدر تشترينا، انت اللي تقدر تقتنينا. لا يهدأ حتى يتمم الامر كله، امر خلاصنا وموضوع خلاصنا. فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ، الباب بتاع المدينة يعني المكان اللي كانوا بيتجمعوا فيه: نحن شهود. وهو ده عمل التلاميذ، ان هم كانوا شهود ان المسيح اشترى الكنيسة بدمه. وكان بطرس اول شاهد يشهد ان ربنا ارتبط بالامم وردي بالامم زي ما شفناه في موضوع كرنيليوس. فليجعل الرب المرأة الداخلة الى بيتك كراحيل وكليئة اللتين بنتا بيت اسرائيل. شوفوا بقى الدعاء لامتداح العمل اللي عمله: فاصنع ببأس في أفراطة، وكن ذا إثم في بيت لحم، وليكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثمار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. الكل يشهد لمحبته ويطلب له بالبركة. فأخذ بوعز رعوث امرأة ودخل عليها فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. وهنا نلاقي حاجة عجيبة حصلت. خدوا بالكوا ان رعوث كانت متجوزة قبل كده 10 سنين ولم تنجب. كانت متجوزة قبل كده 10 سنين ولم تنجب، لكن لما اتحدت ببوعز انفتح عقمها بقى ليها ثمرة. الانسان اللي كان قبل كده مرتبط بالعهد القديم بالناموس ما قدرش يجيب ثمرة، كانت عاقر، لكن لما اتحدت بشخص المسيح بقت مثمرة. عاشت سنين مع زوجها الاول ولم ينفك عقمها، لكن اتحدت بالمسيح فاتت، وزي ما هنشوف اتت بثمر كثير جدا. فقالت النساء لنعمي: مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في اسرائيل ويكون لك لارجاع نفس وإعالة شيبتك. شوف الولد ده اللي اتولد يكون لارجاع النفس، يعني ارجاع معنى لحياتك، لان نعمة خلاص كانت حياتها ايه؟ هتروح، ملهاش نسل. نعمة مش رعوز كمان، نعمة كمان كانت هتضيع لان ما تبقالهاش حاجة، كان يمحى اسمها. لارجاع نفس واعالة شيبتك، وهو اللي يشيلك في شيخوختك، لان كنتك التي احبتك قد ولدته وهي خير لك من 7 بنين. يعني رعوز دي بالنسبة لك احلى من 7 بنين. فاخذت نعمة الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية. ده فرحة نعمة كلها اللي قالت ان انا بقيت مرة وان انا بقيت فارغة. وسمته الجارات اسما قائلات: قد ولد ابن لنعمة. ودعوته اسمه ودعونا اسمه عبيد، هو ابو يسى ابي داود. وهذه مواليد فارس، فارس ولد حصرون، وحصرون ولد ارام، ورام ولد عمينداب، وعمينداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. فارس ده ابن مين؟ يهوذا. فذكر هنا النسل من نسل يهوذا اللي هو السبط اللي كان تملي يقول اخرج الاول للمحاربة، ويوري في الاخر انه يرتبط هذا السبط بداود الملك اللي من نسله هيجي النسل الملوكي.
إذا كان سفر العوز ده بيورينا أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون دعوة مفتوحة للكل. وزي ما شفتوا أن سفر من ضمن الأسفار العجيبة اللي مفهوش أي ذكر للخطية نهائي وأي ذكر للشر، لكن كل صيغته صيغة محبة. وبنشوف المسيح اللي هو شخص بوعظ الشبع الحقيقي لكل نفس جائعة ولكل نفس محتاجة. ده يمثل الآية اللطيفة اللي قالها بوعظ، ان انت جيتي لكي تحتمي تحت جناح اله اسرائيل. النفس اللي جاية تستخبى تحت جناح اسرائيل يكون ليها كده. حقيقة سفر العوز ده مربوط بسفر اشعياء ربطة كبيرة قوي. يعني لو طلعنا اشعياء 49 يورينا منظر جميل للنفس. 49 عدد 20، ويقول ايضا في اذنيك بنو ثكلك، ضيق علي المكان واسعي لي لاسكن، فتقولين في قلبك من ولد لي هؤلاء وانا ثكلى وعاقر منفية ومطرودة، وهؤلاء من رباهم؟ فأنا ذا كنت متروكة وحدي، هؤلاء أين كانوا؟ امرأة ثاكل يعني زوجها ميت وعاقر ولم تنجب، ده كان شكل مين؟ رعوس ونعمة أيضا. وبعدين لقيت البيت مليان عليها بالأولاد، دول جم منين وأنا ما عنديش أي إمكانيات؟ قالت صهيون قد تركني الرب والسيد نفياني. فيقول لها هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. وبرضك في أشعياء 54 عدد 1 يقول ترنني أيتها العاقر التي لم تلد، لما كانش ليها نفس، وأشيدي بالترنم أيتها التي لم تنقض، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل، قال الرب. أوسعي مكان خيمتك وابسطي شقق مساكنك لأنك تمتدين. وفي عدد 6 يقول لها كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذ رزلتي قال إلهك، لحيث تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. ده العمل اللي تم في رعوس لما خضعت وارادت انها ترتبط بشخص المسيح. لكن في سؤال اخير لابد ان احنا نجاوب عليه، ايه سر انجذاب رعوس لنعمي؟ ايه سر المحبة؟ ليه هي تمسكت بيها؟ وازاي انها اتنقلت من حياة وثنية بكل عبادتها لانها تيجي وترتبط وتطلب ان تكون تحت ظل وتحت جناح اله اسرائيل؟ يا ترى رعوس كانت قرت كتاب عن يهوه؟ قرت كتاب فعرفت يهوه يعني فجت؟ ايه سر الانجذاب؟ نحن نحبه لانه احبنا اولا، لانها وجدت في نعمة سلوك وكتاب مفتوح مقروء بمنتهى الوضوح عن الحب، عشان كده حبتها. كانت نعمة استاذتها وكتابها الخالد اللي نور لها الطريق نحو يهوه. شاف حياة نعمة فعلا مليانة حب ومليانة نقاوة، فأحبت إله نعمة اللي حدثتها بحياتها عن ذلك الإله. فأحبت إله نعمة اللي حدثتها بحياتها عن ذلك الإله. عشان كده حقيقة قبل ما نمشي من هنا الواحد فعلا حاسس بإيمانه التافه أمام عظمة إيمان رعوث وأمام عظمة محبة نعمة. إيه اللي احنا عملناه برعوث دي؟ نظلت وسط المجهول، وسط الظلام، وسط البوع، وسط الفقر، وسط التعب، وسط الشقاء، وسط الجهاد. ما جاتش في دعوة مريحة. احنا عشان نجيب الناس لربنا بنقول لهم تعالوا استريحوا، لكن دي جت لربنا في وقت مش عشان ترتاح، دي جت علشان تتعب.
عشان كده من عظمة الشخصيتين دول كانوا يقروا سفر رعوز ده بالذات في عيد الخمسين. كان اليهود يقروا السفر ده في عيد الخمسين وهم بيحتفلوا، لان عارفين القصة كلها واحداثها وارتباطها بيوم الخمسين. زي ما شفنا ان الشعب كان في حالة من الظلمة والانحطاط الاخلاقي والديني، لكن رعوث ونعمة كان مثال جيد ونور للنفس اللي تمسكت بربنا بالرغم من الصعوبات اللي كانت قدامها. وبرضك السفر ده يورينا مكافأة ربنا العجيبة للنفس اللي بتتمسك بيه بشجاعة وبقوة وبإخلاص، ان ربنا حدش تبعه الا ولازم يكافئه، في مكافأة. زي ما شفنا تأثير نعمة في حياة رعوث، السؤال ايه تأثيري انا في حياة الناس التانية؟ لو كل واحد سأل نفس السؤال ده، ايه تأثيري في حياة الاخرين؟ على رأي غاندي اللي بيقول العبارة المسيحية اننا اود ان اكون مسيحيا لولا المسيحيين، يعني كان نفسه يبقى مسيحي لكن لولا المسيحيين هم اللي اعثروه، هم اللي عطلوه انه يكون مسيحي، عشان بيشوفوا في المسيحيين شيء اخر غير المسيح بتاعهم. لما الانجليز المسيحيين وروا الويل والمر في الهند وكان بدعوة ان هم مسيحيين، قال اود ان اكون مسيحيا لولا المسيحيين. ايه تأثيري انا في المجتمع المحيط بي؟ هل انا من النوع الكرازة المفتوحة الانجيل المقروء زي ما بيقولوا؟ رعوث كانت شخصية عجيبة جدا، برغم انها كانت على حظ وفير من الجمال الجسدي، كان يتيح ليها فرص متعددة للزواج سواء في مؤاب او سواء في بيت لحم، سواء من الشباب الاغنياء او الفقراء زي ما قال لها، لكن ايضا ليها كان جمال الروح والاخلاق اللي الكل بيشهد لها في بيت لحم. كان ليها شجاعة نادرة انها تترك ارضها وغربتها وتخلع ثياب الراحة وتقوم وتجاهد وتتعب، كانت انسانة ملتزمة، وهو ده اللي بيفقدنا حياتنا الروحية، ان مفيش التزام. لكن هي كانت ملتزمة حتى الموت، حيثما مت اموت. لكن احنا ما بيبقاش عندنا التزام في الحياة الروحية، عشان كده بنضيع. كانت انسانة وديعة بكل التواضع امام بوعز حتى في طلباتها، كانت انسانة مخلصة ودودة محبة. ونعمي ايضا كانت مثل جيد للحب المتدفق، اذا كانوا بيتريقوا على الحموات والحمى بقت مثال للتعب والنكد والخناق، لكن هي احتضنت رعوث واحبتها. اصل سر الخلاف بين الحمى والزوجة ايه؟ ان الحمى حاسة انها ربت ابن وكلته وشربته ويعني وعاشت ليه علشانه، وبعدين دي جاية كده تاخده على الجاهز تحرمها منه، شخص جديد ياخذ هذا الانسان وياخده منه. لكن نعمي ما كانتش كده، كانت بتفكر من اجل الاخرين، من اجل رعوث ومن اجل عرفة، من اجل الاخر. كده ايه مدى تأثيرنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ ما تقولوش ده كلام بقى وعظ ويعني وحماس، لكن لا، سؤال لازم الواحد يسأله. لولا المسيحيين لصرت مسيحيا، يا ترى الحال ده كان بينطبق علينا ولا لا؟ كان الايمان اللي فيها رغم موت زوجها وترملها ما افقدهاش ثقتها في الله. ما احنا كنا عايشين في صفاء وبعدين تاخده وتاخده هو في سن صغير، ما حسيتش ان الله عايز يحرمها من هذا الزوج، لكن ظلت محتفظة بثقتها في اله اسرائيل. ايمانها بالرغم من الغربة اللي هي عاشتها، فاكر اول مرة رحت فيها المانيا هم سألوني سؤال غريب قوي بضحك عليه لحد دلوقتي. سألوني سؤال، انت عندك حاجة اسمها هوم سيكنس؟ دي اول حاجة حابب يطمنوا عليها اول ما وصلت. عارفين هوم سيكنس يعني ايه؟
يعني واحد لما بيسيب بيته او يسيب بلده يجيله اكتئاب وبيخاف وتبقى حالته صعبة قوي نتيجة الاحساس بالغربة. فقلت لهم لا عايز اسيبهم. شوفوا دي ما تتخيلوش ان الوضع كان سهل، انها تترك شعب عاشت في وسطه وتربت في وسطه بعاداته وتقاليده وتروح لارض غريبة. كان عندهم ايمان رغم كان عندها ايمان رغم الفقر، لان عاشت في الفترة الاولانية في فقر، ويقول الفقر تملي اذلال للنفس لدرجة ان تقروا قصة البؤساء بتاعت فيكتور هوجو يقول لكم ان سبب الخطايا اللي الناس كلها بتعملها والعك اللي في العالم هو الفقر، لان فقر احتياج اذلال. لكن دي بالرغم من الفقر ظلت متمسكة بإيمانها بإلهها يهوى، إيمان خلاها تنتصر على الترمل. زي ما بيقولوا يعني البنت باستمرار عايزة تتجوز، يعني ده شيء الشغل الشاغل اللي بيشغلها، وحتى في الزمان كانت لما تتجوز دي تبقى مصيبة، يعني ما كانش عندهم نظام بتولية زمان، كانت لازم كل واحدة تتجوز في العهد القديم عشان يجي المسيح من نسلها. لكن بالرغم من كده ما اندفعتش انها تتزوج اي شيء عشان مجرد انها تسد الرغبة اللي جواها. عاشت الحاضر الصعب والمستقبل المجهول، لكن عاشته بالرغم من كده في حب، فربنا اداها المكافأة العظيمة. فكانت المكافأة ثلاث حاجات، المكافأة اللي خدتها دي رعوز ثلاث حاجات، ايه هما؟ قولوهم انتوا بقى. المكافأة اللي خدتها اول حاجة الخلاص، انها دخلت في عداد شعب الله ويتحط اسمها في سلسلة انساب السيد المسيح مرتين، مرة في سفر رعوس ومرة في انجيل متى الاصحاح الاولاني. اول مكافأة ان الله اعطاها ذاته، قدم لها الخلاص. تاني مكافأة ان ادها الزوج، وزوجها ده اسمه بوعز، جبار بأس وذو عز وقوة. وثالث مكافأة انه اعطاها نسل، ومش اي نسل، مش اي خلفة زي ما بيقولوا، ده نسل ملوكي، كل اللي جم من نسلها ملوك، الاول داود وكل اولاده نسل ملوكي على اعظم مستوى. وينتهي هذا النسل الملوكي لشخص المسيح، عشان كده خدت مكافأة تستحقها، لأنها آمنت والتزمت وتمسكت فالله أعطاها. وهو ده اللي المفروض إن احنا نعيشه، ويريد نعيشه، إن احنا يكون عندنا ثقة بربنا ونلتزم بيه ونحبه فنتمتع به عندما نتحد بشخصه. وربنا المجد دائما ابديا. هو فعلا كان الاسم المفروض يجي باسم كيلون المتوفي، لكن الله من اجل العمل الجميل اللي عمله بوعز في انه كان هدفه انه يقيم اسم للميت، نسب الابن ده باسم ابوه الحقيقي اللي هو بوعز، وفضل اسم هذا الابن المولود مرتبط ايضا باسم رعوث. يعني لما تيجي تبص نطلعها كده في متى واحد عدد خمسة، وسلمون ولد بوعز من رحاب، وبوعز ولد عبيد من رعوث، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. تلاحظوا ان لما كان بيذكر ده فلان ولد بيذكر الاب بس، لكن لما جه عند رعوث عمل عبيد ده ربطه ببوعز ومين؟ ورعوث، وربطه ببوعز ورعوث. وهم ثلاثة بس سيدات ذكروا، اللي هم رحاب وثمار ورعوث، وبعد كده العذراء مريم. عشان كده لانه ما كانش هدفه مجرد ان هو يتزوج برعوث، لكن كان هدفه صح، ربنا اداله هذا الحق، وفضل اسم الابن ده مرتبط بالاب الحقيقي ومرتبط برعوث انه يذكر اسمهم هما الاثنين ببعض. حد يحب يسأل حاجة تاني؟ ربطه بثمار، لا الابن يهوذا فارس،
لان هو بيشتغل على النسل الست الاصلي، وده سبب الخلاف ما بين الاسماء اللي موجودة في انجيل متى وفي انجيل لوقا. موضوع زواج هم من المؤابيين الامم الغريبة، برغم ان ربنا قال كده كان يقصد به ان البنت ما تتزوجش برجل غريب من شعب الله، لان الاولاد بيطلعوا باسماء ابائهم. لكن هنا رعوث الابن اللي كان هيتولد لكيلون ما كانش هينتسب لرعوث، لكن كان هينتسب لكيلون اللي هو من شعب الله، ما كانش محبوب في الشريعة. زي ما شفنا ابو شمشون وامه قالوا له ليه انت بتروح تاخد من الغرب، خد من شعب الله.